الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وكيف يستخير الأخرس؟ الجواب: لا يطلب من الأخرس أن يتلفظ بلسانه لأنه عاجز، وإنما يقيم هذه المعاني في قلبه، فإن الله الذي يعلم السر وأخفى أعلم بذوات الصدور وأعلم بما يقوم في قلبه، فلا يحتاج الله عز وجل إلى لسان ناطق وإلى شفتين متحركتين حتى يعلم ما يقوم في صدرك، لا. فبمجرد قيام هذا الدعاء والحاجة مع الصلاة في قلب الأخرس ذلك يقوم مقامه، وهذا خير من قول بعض أهل العلم إنه يستخير غيره عنه، إذ لم تتعذر الاستخارة من الأصل، فلمن ننتقل إلى البدل؟